هيدا الفيديو اليوم من الحلقات القليلة اللي بحكي فيها عن نفسي، وبعتقد بحق لي احكي عن نفسي، وبحق لك انت تحكي عن نفسك، وبحق لك انت تحكي عن نفسك، شو ما كان عمركم، شو ما كان جنسكم، شو ما كان مركزكم العملي او الاجتماعي او العلمي. لكن الانسان بحق له يحكي عن نفسه، واليوم رح اشرح هيدا الشيء. شو هو الستوري اللي بيخلي الشخص يتحرك شوقا اليك ويعجب بك وبيتمنى يتواصل معك؟ ايضا رح تعرفوه بسياق الحلقه. ولكن اولا خليني اقول ليه انا وانتو بحق لنا نحكي عن نفسنا، لانه كل انسان على وجه الارض يستحق التقدير، يستحق التقدير والاحترام لنفسه. فأنا كيف بدي من الآخرين يحترموني ويقدروني إذا كنت أنا شخصياً مش محترم نفسي ومش مقدر نفسي؟ وبهيدا السياق رح أحكي اليوم شو الفرق بين تقدير النفس والثقة بالنفس وبين النرجسية. هني شعرة بالحقيقة، إذا حفظت عليها فرح تكون شخص واثق من نفسه وبيقدر نفسه وبيحترم نفسه، مش نرجسي ومش متكبر ومش متعجرف أبدا. ليه؟ لأنه الشخص اللي بيقدر نفسه وعنده ثقة بنفسه هو بيحكي عن إنجازاته، وهو أيضا بيعترف بإنجازات الآخرين، بيحكي عن إنجازاته بطريقة عادية حقيقية واقعية، مش بطريقة مبالغ فيها كما يفعل النرجسي. نرجسي مش بس إنه بيبالغ بعرض إنجازاته وصفاته، بل أيضا بيخترع إنجازات ما إلى وجود، أحيانا بتكون كلها وهم. الشخص النرجسي مش بس ما بيعترف بإنجازات الآخرين، بل أيضا يحاول تدمير إنجازاتهم وتهميشهم، وإنه يحط من قدر إنجازاتهم وكل صفاتهم الحلوة. طيب شو هو المنشور اللي إذا نشرته عندك فالشخص سوف يتحرك شوقا إليك ودايما يحب يتواصل معك؟ هيدا المنشور بالحقيقة هو أي منشور تتكلم به عن إنجازاتك الحقيقية والفعلية اللي أنت تفتخر بها بحياتك، أو أي صفة حلوة عم تفتخر فيها، أو أي إنجاز ويفضل أنه يكون إنجاز. ليه ركزت على كلمة إنجاز؟ هلأ بيقول لي في مدام قالت لي من فترة على موضوع الإنجازات أو الشغف، قالت لي أنا ما عندي شغف وما عندي إنجازات. هذا الكلام خاطئ، واللي بيقول هيك هو شخص بعد يحتاج الكثير من تطوير شخصيته. ليه؟ لأنه إذا أنت بتعتبر ما عندك إنجازات وما عندك صفات حلوة فهيدا الشيء كتير غلط، لأنه كل إنسان، برجع وبأكد لكم للمرة الألف، كل إنسان على وجه الأرض شو ما كان عمره أو مركزه العلمي أو العملي عنده صفة بيتميز فيها عن باقي البشر، وعنده إنجازات، وقد تكون الإنجازات أحيانا بسيطة أنت مش شايفها، قد تكون أنك ساعدت شخص بحاجة لمساعدتك، والمساعدة مش دايما مادية، فيك تكون ساعدت بأي شيء، ربما معنوي أو ربما مادي. فيك تفتخر، فيك تنزل ستوري عن هيدا الموضوع، تفتخر بالعمل الجميل اللي انت عملته. بس اكيد ما بنعرض، وهيدي نقطة كتير وملاحظة كتير مهمة، ما بعرض صورة الاشخاص اللي ساعدتهم، لا، بس بقدر احكي بشكل عام انا فخور بنفسي اني عم ساعد الناس المحتاجين. واذا انت ما عندك اي منشور تقدر تنشره على وسائل التواصل او على الستوري، انستغرام، فيسبوك، هلأ لا تجد اي منشور انك يعني تقدر تنشر عن اي انجاز بعلمك، بعملك، اي نجاح عملته، اي مساعدة قدمتها للاخرين، اذا مش موجود عندك هيدا الموضوع هلأ فيجب وضروري كتير انك تشتغل انه يصير في عندك انجاز او شغف. وحكينا عن اكتشاف الشغف بحلقات سابقة. طيب شو دخل هيدي الستوري او هيدا المنشور بانه نغري الشخص الاخر ونخليه يتحرك شوقا الينا؟ لا، لانه نحن لما نحكي عن انجازاتنا بالحقيقة في نوعين من الاشخاص ممكن نصادفهم. نوع رح يتصرف بنوع من الحسد والغيرة تجاه إنجازاتنا، ونوع تاني راح ينبسط وراح ينجذب وراح يتشجع أيضا إنه هو يعمل مثلنا، مش عن حسد ولا عن غيرة بل عن تأثر إيجابي. وهيدا الفرق
بين التأثير الإيجابي والتأثير السلبي. وبهيدا السياق رح أعطيكم مثال من عندي ومن منشوراتي الشخصية فيكن تقتبسوا منه إذا لقيتوا أي شيء بيشبه حياتكن أو بيشبه إنجازاتكن بهيدا المنشور أو بهيدا الستوري اللي هلأ رح أقرأ عليكم. بتقدروا أيضا تستفيدوا كمثال عن نوع الإنجازات والمنشورات اللي بدي إياكن تنشروها. هيدا المنشور نشرته من يومين تقريبا، بقول فيه: بعمري ما ركضت وراء الشهرة، هي اللي ركضت بل زحفت لعندي. ما معي دكتوراه في علم النفس، بل معي فقط دبلوم في علم النفس، وقدرت ساعد ملايين الأشخاص وأساهم في تطوير حياتهم، وخلصت كذا شخص من الانتحار. ما عندي فريق عمل ولا شركة إنتاج، وقدرت بإمكاناتي البسيطة أن أحصد ملايين المتابعين على السوشيال ميديا. وفوق هيدا كله عايش ببلد يعتبر المهرجين والراقصين شخصيات مؤثرة تستحق الأضواء والتقدير، بينما يحارب أصحاب المحتوى أو يتم تهميشهم. وبالرغم من هيك، وخاصة من 4 أشهر إلى حد اليوم، ما في يوم بكون ظاهرة إلى أماكن عامة في منطقتي أو خارج منطقتي. من النادر جدا أن ألتقي بأشخاص لا يتابعونني أو لا يعرفونني، وهذا هو التقدير الحقيقي الذي أريده، تقدير الناس والجمهور العفوي من مختلف الأعمار. وكم أنا فخورة بطفل صغير يبيع الزعتر الأخضر على رصيف مدينتي يستوقفني كي يقول لي أنه يتابعني على يوتيوب، وكم أنا فخورة بامرأة ستينية تستوقفني في السوبر ماركت كي تقول لي أنها تتابعني بشغف وأن كلامي في غاية الأهمية. هذا هو التقدير وهذا هو التأثير الإيجابي. بعمري ما ركضت وراء الشهرة، هي اللي ركضت بل زحفت لعندي. الحمد لله. وكتير مهم انه نقول الحمد لله، لان كل شيء انت بتوصله وكل انجاز انت بتوصله بحياتك هو عبارة عن مجهود شخصي ونية طيبة جواتك اولا، وتانيا واهم شيء هو الرزق من الله. ومثل ما حكينا، الله بيرزق الاشخاص لنيتهم طيبة اولا، والتانيا اللي بيسعوا دايما وبيشتغلوا دايما ليطوروا نفسهم ونجاحاتهم وإنجازاتهم.